السلام عليكم الغزالات ديالي المتابعين ديالي، كنتمنى تكونوا بخير. نهار جديد نشارك معكم فيديو جديد. رانا اليوم في منتزع بوجيبار، ها هو شوفوا على المنظر، كنطلعوا الفوق. داك المنتزع جا في الجبل يعني عالي، فاش كطلع الفوق كتشوف المدينه كلشي ديال الحسيمه. حنايا عاد ما طلعناش الفوق كاع، كاين كاين عاد الجبل الا طلعتي الفوق عيينا في ديك الكعبه، كيف سميتها العقبه، طلعنا في واحد العقبه وعيينا كاع ما قدرنا نطلعوا الفوق. الفوق شوفوا كيفاش كتبان الحسيمه، كتبان زوينه. حنايا دابا في الجبل الفوق، شوف انا نقرب لكم الكاميرا، كتشوفوا كارابونيتا دخل هاد الحسيمه من هنايا. شوفوا كلشي كيبان من هنايا، وحنايا في الجبل الفوق. الفوق الا رجعت لكم الكاميرا تشوفوا حنايا الفوق، كتبان كلشي. داروا هاد البلاصه زوينه، كيجيو الناس كيجلسوا هنايا، كيديروا الجلسه، كيجيبوا الدراري يلعبوا والعائلات، يعني مكان محترم. كيجيو يجلسوا هنايا، كيديروا القهوه ديالهم، اتاي بحال الرحله، كيجيو كيجلسوا. داروا ليهم الملعب ديال الكره، داروا لهم فين كيلعبوا الدراري، كلشي يعني بلاصه زوينه. نشوف هكا، شوفوا على المنظر، كاين الهيل تحت ولكن كاين العائلات ما نقدرش نصور. المهم الا كاين شي بلاصه نصورها لكم، لحقاش ما تقدرش تصور الناس، كاينين العائلات وداكشي جالسين في الكراسة. المهم انتم معايا الا كان شي حاجه نصور لكم. نمشي نصور لكم من جهه اخرى، انتم معايا كيبان من هنايا جهه كارابونيتا موروفياخو. وخصقاني وين هي كارابونيتا، كارابونيتا كيلعبو هنايا الدراري. هاهما الكراسة اللي دارو ليهم، كراسة والطابلة، كيجيو كيجلسو هكا. يعني هاد البلايص كلشي فيهم هكا طابلات. نقرب لكم شوية الكاميرا، هاهما هكا عامر جهة أخرى مصورتش، لكن كاين الناس جالسين. المهم الصراحة المنظر زوين، بلاصة زوينة ونقية وهادئة، كتكون عامرة. غنطلع هاد هاد اللعبة، غنطلعها هايدا. هاكا هيا ودرنا سبورت كاع رياضة. دابا نهبطو لتحت، هميا هبط هبط هبطنا ديرنا رياضة. هيا دايرة بحال المثلث كيطلعوا بها كيديروا رياضة، وديرناها حتى حنايا. شتي عاد فينا شوية ديال شوية ديال الحماس. هاهو دايرو هنايا هادي، كانوا دايروا هذا، هاد الحبل كيتمشاو عليه الفوق الفوق، ولكن تقطع عليهم، مشاو فيه بزاف ديال الناس، يعني عنده العدد ديالهم شحال، ولكن هما مشاو بزاف. ها هو تقطع دابا، طايصاو بعاود غيفتحوه دابا، راه غلقوه بلعوه. هاد اللوحة لي دارو هنايا ديال الطيور، هاهو
حسن. ما هو داروا لهم هنايا الملعب؟ داروا لهم هنايا الملعب زوين. ها هو الدروج ديال المنتزه ديال الخشب. شوف دابا كنهبطوا، هيا الهبطه دابا قبيله طلعناها ما صورتش، عييت عييت، ولكن الصراحه المنظر زوين وفيها الجلسه زوينه، تفاجي على القلب، تفاجي وتحيد ستريس وتحيد القنط. هذا فين كيوقفوا الطوموبيلات، داروا لهم ها ملي داروا لهم البلاصه ديال الطوموبيلات. شوفوا على المنظر شحال زوين، داروا في الوسط ديال الغابه. شوفوا الصراحه والله الا بلاصه زوينه كتحمق، اي واحد جا هنايا كيرجع. ها هي الخريطه، ايوا صافي غنمشيو دابا من الغابه. شكرا على زيارتكم، حتى مره اخرى نجيو عاوتاني نجلسو شي شويه عاود. هذه الخريطه فين جات وبلاصه، المهم المعلومات. هيا هابط بجيبه، هيا الصراحه دوزنا هنايا نهار زوين. شوف صراحة على المنظر زوين كيحمق. شوفوا على بلاصة، هاهو دارو هنايا طريق آخر، مشتي أنا هذا الطريق، هاهو هاهي الهندية الكرموسية المغسقة من الله الهندي الباكور الهندي، الشوك اللي فيها الشوك الهندية هي عندهم هنايا الهندية. صح صح مخدي تظهر، هي هي زعما تظهر. صغار خويا بزاف قربت هنايا بزاف هاد المنظر. الحسيمة النوارة، حسيمة جوهرة الريف، يا حسيمة يا النوارة، حسيمة النوارة البلد. ها هو الطريق اللي دارو هنايا، حسيمة النوارة جوهرة الريف، ياك جوهرة الريف ياك. ايوا صافي نتلاقاو من بعد الى عاد لقيت تما شي ديكور زوين نصورو. شو المشعل كيهبطو، كتشوف هاد الجهة ديال سميتها ايكارا زكواغ، هادي ومن تحت ديالها طرانتروميث، السكن الاقتصادي مع طرانتروميث، سكن سكن اقتصادي اللي بغى يشري شي سوق هذاك من السكن الاقتصادي. هاو الثمن ديالهم مناسب والمنظر زوين، كيطلع على البحر ملي كيعجبو يعني البحر، حاجه ديال السكن ديك الشقات زوينين على البحر، خيرين فنين وديك المنظر راه جميل، جا في الموقع يعني زوين، الموقع مخير الصراحة اللي عنده، والتاكسيات رخاصين والمعيشة رخيصة في الحسيمة، وعلى بزاف ديال الناس اللي جاو من برا كيشريو هنايا في الحسيمة، كيشريو الشقات كيشريو زعما مزيان.
كلشي كلشي مخير، كلشي مزيان. المدينة سياحية والمناظر الجميلة، مناظر الخلابة، المناظر الخلابة، كلشي قريب، كلشي مزيان. شوفوا على المنظر بالليل كيبان من هنايا، منظر زوين. شوفوا كيفاش كيبان، كيحمق هنايا. معروف بالليل كيجي تك ديكورات، المهم كيجي المنظر زوين الصراحة. شوفوا على المنظر زوين كيحمق. دابا حنايا الفوق في جبل 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 جبل، شحال هبطنا. راه غير في فيديو كيجي لكم بحال لي يعني بحال الهبطه سهله، ولكن الهبطه قاسحه. مهم البنات، نخليكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله.